طلابنا الأعزاء، هنا عندنا الهاو لونج، الهاو لونج يجي وراها هاف، والهاف يجي وراها فاعل. الفاعل شنو اللي يجي وراه؟ إذا اجى وراه فعل ساكن تقلبه تصريف ثالث وتنتهي الأمور، لكن إذا اجى وراه فعل اعتيادي راح تخلي له بن وآي إن جي. شلون يعني؟ يجي بالوزاري مثلا، عندنا هنا أول جملة ايش راح نسوي؟ راح نخلي الهاو لونج، نعم خلينا الهاو لونج، الهاو لونج يجي وراها هاف تماما، الهاف يجي وراها فاعل، خلينا اليو، هذا الفعل ساكن، نعم ساكن، بس تقلبه تصريف ثالث بن وتكمل الجملة a pilot وتنتهي السالفة. أما هاي الجملة اللي وراها أيضا عندنا الهاو لونج، الهاو لونج ايش راح يجي وراها؟ دقيقة، راح يجي وراها هاف، الهاف ايش يجي وراها؟ يجي وراها فاعل. صار شو الفاعل ما يطوه هنا، لا يقلبي الفاعل راح تلقاه قبلها يو. اوكي، هنا هذا اللين فعل ساكن، لا مو ساكن، شو نسوي؟ راح نخلي له بن واي ان جي، ليرنينج. اذا هاي البنت تشتغل على الجهتين، دير بالكم. ونكمل جابانيز، هاي هي السالفه، وما بيها وتعيشون وتسلمون.